فيش حد يتحرك، انتوا كلكم مقبوض عليكم، عندكم الحق تفضلوا ساكتين. القبض على مجرم في الكلية؟ أظن إن الحصص اتلغت. خلاص كده، شكراً يا ولاد، عملتوا مهمتكم، دلوقتي أخدنا اليوم أجازة. البنات كانوا بيتكلموا عن الموبايلات طول اليوم. إيه الكاميرا الهايلة دي؟ بصي على ريزولوشن. لكن شو ما عندهوش حاجة تبيها بيها، هو مش معاه غير الموديل القديم بكاميرتين بس، لكن ده سهل يتصلح. ليه تصرفوا فلوس على موبايل جديد لما ممكن تلزقوا كاميرا مزيفة ببلاش؟ هنلزق صورة كاميرا مطبوعة لكاميرا آيفون على ورقة فوم مربعة. هنستخدم لزق دبل فيس. كمان هنلزق لزق دبل فيس على ظهر ورقة الفوم ونساوي الأطراف. تحديث الموبايل كان ناجح. واو شون، انت معاك اخر موديل والطف كاميرا، ممكن تصورنا صوره؟ احنا عايزين نصور صور هايله. اوه يا بنات استنوا، انا محتاج بس اظبط وضوح الصوره. روزي عايزه تعمل ورقه غش، انا لازم اخليهم قريبين من جسمي. يلا يا بنت ساعدني اخلص، انا هكون سعيد ان اعمل ده. يلا نثبت ورق الغش في كل مكان ممكن، في دراعك والوسط، في حزام كامل من معادلات الماث موجودة هنا. وقف كده كفاية، روزي لسه عندها رجليها. لكن استنى، بنعمل حاجة أحسن. إيه رأيك تشيلي ورق الغش في شرابك على طول؟ هنرسم خطوط على الشرابات باستخدام ماركرز قماش. هنكتب معادلات. معاكي إجابات معادلة واحدة على رجلك الشمال والمعادلة التانية على اليمين. دي طريقة هايلة تخبي بيها ورق الغش اللي معاكي. إحنا جاهزين للامتحان. بست روزي، افردي رجليكي، أنا محتاجة أشوف الإجابة. والمدرسة مفيش عندها أي فكرة. سندي بتشتغل بأستيكتها بسرعة الضوء في حصة الرسم، والباقي من الأستيكة بيطير في كل مكان. إحنا لازم نعمل حاجة بخصوص ده. سندي بتخلي فصلنا مش نضيف. مس أوليفيا عارفة هتتصل بمين؟ أنسة، دي شرطة النظافة، أنت متهمة بتجاوزات في النظافة، واتحكم عليكي بساعة خدمة عامة للمجتمع واستخدام المكنسة دي لتنظيف باقي القلم الرصاص. هنقص مقبض فرشة باديكير باستخدام سكينة أشغال سخنة، ونستنفر القطعة بمبرد ضوافر، ونلزق قلم رصاص في نص الفرشة، ونغطي السن بغطا. اتفضل يا أنسة، امسحي الفوضى اللي عملتيها بأستكتك، وما تكسريش القانون تاني وبعد كده. دلوقتي مكتب سندي نضيف. طب وإيه أخبار باقي الأوضة؟ هي فين سندي؟ اتأخرت على الامتحان. أوه أهي وصلت. مس أوليفيا بتسلمنا الامتحان، وأنا فاهمة إن سندي اتأخرت لسبب، هي كانت بتعمل عقد بورقة غش. هنخيط خرز لولو على خيط صيد، نفك مشبك التثبيت من كارت اسم بلاستيك، ونمرر إبرة بخيط صيد في مكان التثبيت ونربط العقد في عقدة. سندي مخبية ورقة الغش تحت شعرها، عقد لؤلؤ هو وسيلة تغطية مثالية، لكن مس أوليفيا خبيرة في الإكسسوارات. إيه العقد الراقي ده يا سندي؟ حاجة بتقولي إن دي ورقة غش. هي بالظبط كده، أنت هتاخدي درجات قليلة النهاردة. واو، في إيه في وشك؟ يا ربي، الحباية دي بحجم تمثال الحرية. ما ينفعش تخوفي الناس بالشكل ده، لكن أنا أعز صحباتك وأنا دايماً بدعمك. اتفضلي معايا حباية مزيفة للصداقة معايا. هنشكل حباية من صلصال خفيف، هنظبطها بأداة تشكيل.
أنا هيكون عندي حباية ضخمة كمان، وإنتي مش هتكوني لوحدك. يلا بينا، إحنا حاطين حبوبنا ورأسنا مرفوعة لفوق. لما بتكونوا في الكافيتيريا راقبوا أكلكم. روزي انشغلت لثانية وأصحابها فعلاً سرقوا تحليتها. إيه؟ فين أكلي؟ طيب شكراً جداً يا أصحابي، المرة الجاية أنا هقدم لكم أكتر هربو لذيذ في العالم كله. هنعصر عصير بنجر، قرع عسل، جنزبيل، وسبانخ. هنعمل كمان محلول ملحي، وهنضيف جيلاتين دايب في كل عبوة. نقلبهم ونصبهم في قوالب دبابة ونستخدم قطارة. بحرص هنقص عبوة هربو وناخد منها الجامي بيرز ونحط فيها الدببة بالأطعمة اللي مش عادية. بحرص غطوا القطع بلزق دبل فيس. روزي جابت كاندي تاني. أوه أنا نسيت حاجة، الأصدقاء أخدوا الجامي بيرز بتاعتها على طول. هايل، هما أكلوا العلبة كلها. إيه الطعم ده؟ ملح؟ ييو ده وحش. الكانديز كان فيها إيه؟ أنا هرجع. يا شباب مالكم فيه إيه؟ أنتوا أخدتوا أكل تاني من غير ما تسألوني؟ أتمنى يكون عجبكم. صديقنا فريدي المهووس بالمذاكرة خبى كتابه اللي بيحبه في الدولاب. المفروض تقفله بشكل أحسن من كده يا فريدي. بين بيجهز طريقة علشان يعمل فيها مقلب في صديقه المهووس. هنثبت صفحات كتاب قديم متقطع بلزق دبل فيس في شكل زجزاج. الحصة بدأت، دلوقتي هنشوف لو صديقنا المهووس بالمذاكرة هيقدر يقرأ كتابه. فريدي ممكن ترجع لي كتابي؟ أكيد يا مس أوليفيا. كمان مقلب بنت طلع مكر جدا. اتضح إن الكتاب ده كان يخص المدرسة. أنت عملت إيه في كتابي اللي بحبه يا فريدي؟ أنت حولت أقدب عظم لأكورديون، ده مش ظريف. لكن بين فاكر إنه مضحك. إيه المقلب الهايل ده؟ واو روزي بصي، مس أوليفيا معاها هاند باك لطيفة. هاند باك وتحلية الاتنين في واحد، هي اللي بتحلم بيه كل بنت. دي مفيدة جدا. هنعمل قاعدة مستطيلة الهاند باج ونخليها من غير صوف من ناحية واحدة، ونلزق قالب كب كيكس سيليكون فيها، ونملى القوالب بصلصال خفيف، ونخلي شكلها زي كب كيكس بالشوكولاتة، ونغطي الكب كيكس بملمع أكريليك. مس أوليفيا مشيت، لكن شنطتها الهاند باج هنا. إغراء البنات بالكب كيكس. إحنا بنحب الكب كيكس، البنات مش قادرين يمسكوا نفسهم. ييو إيه ده؟ صلصال؟ ده مقرف جدا. طيب يا بنات، ما كنتش حتى شاكة في إنكم تكونوا بالطمع ده. مس أوليفيا دي علشانك، كيكة مش عادية للمدرسة. هنقص رزة مثلثة من ورق من نوت بوك ونضيف شوية رزم مع بعض ونلزق عليهم غلاف مثلث معمول من ورق كرتون سميك، واللي في الغلاف ورق فوم أحمر، ونلون جنبين النوت بوك بألوان الشمع، ونلزق توت زينة وكريمة من فوق. شكرا بروفيسور كوزاين. طيب أنا هديلك رقم تليفوني، أنا هقطع ورق من الكيكة بتاعتي. انت ممكن تطلب مني نخرج علشان ناكل تحلية. كل الناس في الكلية بيمضغوا البين، لكن مس أوليفيا مش بتحب ده. وقفوا حركة بقكم، ده مش أدب. طيب يا مس أوليفيا علشان خاطرك بس، كل اللبان اللي معانا مخفي بأمان، لكن روزي عندها سر صغير فقلمها الماركر البينك اللي مش عادي. هنفك ماركر ونشيل السدادة وننظف الجسم كويس وندوب شوية لبان لاف إز في الميكروويف ونضيف لون طعام بينك ونفرد اللبان ونشكل سن قلم ماركر
ونضيفه في الماركر. روزي بتتظاهر إنها بتكتب ملاحظاتها، لكن في الحقيقة بتطلع اللبان. ده لذيذ. مس أوليفيا حتى مش شاكة في أي حاجة. ده صحيح لحد ما روزي نفخت في قاعة كبيرة. وبس، سرك اتكشف يا روزي. وقت الغداء، صينية روزي فاضية. روزي، انت بتاكلي أكل خيالي تاني؟ لا، في منيو النهاردة معايا برجر بموبايل. هنعمل فريم برجر لحمة بستاند موبايل من السلك، ونلف البرجر في صلصال خفيف، ونعمل فراغ للموبايل، ونشكل عيش، ورقة خس، وعيش تاني، ونعمل ملمس على العيش بظهر أداة التشكيل، وهنضيف جبنة وطماطم من فوق، ونغطيها بعيش صلصال، وهنضيف بطاطس مقلية من الصلصال من قدام، ونضيف لمسات بألوان أكريليك، نلزق حبوب سمسم من فوق. واو، ستاند الموبايل ده مبتكر جدا. روزي عاملة دايت صحي النهاردة، بتشوف فيديوهات يوتيوب بدل أكل برجر مليان دهون. عجبكم ابتكاراتنا للحياة ومقالبنا؟ يبقى قولنا في التعليقات إزاي هتعملوا مقالب في أصحابكم في الكلية. هتلزقوا حباية مزيفة، ولا هتعملوا ورق غش على الشرابات، ولا هتبدأوا تمضغوا ماركر؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في قناتنا، وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي مقالب كلية جديدة وابتكارات حياة من تروم تروم.